سيد الرئيس واش خلى الرئيس ماكرون يتراجع قواله في 2017؟ قال الاستعمار جريمه ضد الانسانيه، كريم كونت لومانيتي، وفي 2021 يغير الخطاب. واش نقول لك؟ سبحان مبدل الاحوال، واش بغيت نقول لك انا يا سي سعدي؟ التاريخ ما يمشيش بالاهواء، والتاريخ ما يمشيش بالظروف، التاريخ هو التاريخ، التاريخ يخلوه المؤرخين. نحن عندنا واش نقولوا ثاني في الدوله تاعهم؟ انا نقول لك اللي مثل الجزائر ما يمشيش بعيد. هذا واش نقول لك سيد الرئيس؟ لان الكرامه تاعنا ما تتباع لا بالملايير الدولارات ولا ملايير الاورو ولا ملايير كذا. احنا اليوم الشهداء تاعنا يطالبوا فينا باش نرجع عليهم حقهم. ولما نقول شهداء 5,630,000 شاهد من اول ضربه تاع مدفع في سيدي فرج في 1830 الى خروجهم في 1962. 5,630,000، منها ما يقارب 4 ملايين واش في المقاومه. احنا مليون ونص داخلين فيها الشهداء نتاعنا اللي ترموا في لاسان، داخلين فيها الشهداء الذين اعدموا بالمفصلات.